السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ هاني نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، ويصيبكم هذا الفيديو باحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم معكم فيديو جديد كما تشوفوا معايا. اليوم غادي نحضر معكم حريشات مالحين اللي واحد يجيو واحد المقادير اللي بسيطه وسهلين وتيجيو لذاد وبنان. اللي تيهمو الامر يتبع معايا الفيديو حتى الاخير، اللي عجب الفيديو ما ينسانيش واحد اللايك فضلا. نبداو بسم الله على بركه الله. المقادير وطريقه التحضير لهاد الحريشات هادو، حريشات صغار تيجيو فرديين تيجيو زوينين، حريشات مالحين. نوريكم الطريقه اللي تنحضر بها انا هاد الحريشات هادو، تنتمنى تعجبكم. غنبداو بسم الله على بركه الله. عندي هنا واحد نص كيلو ديال السميد، سميد رقيق بحال هكا. غادي نبسبسو بشويه ديال الزيت، واحد ربع كاس ديال الزيت بحال هكا، نبسبسوها مزيان. صافي، من بعد ما بسبسنا السميد ديالنا بهاد الطريقه هادي، نحتاجو لهاد السميد هذا. عندنا حنايا بون، غنديرو حريشات مالحين كما تشوفوا معايا. عندنا هنا واحد البواطه ديال الطون ديال الزيت، وعندنا شويه ديال البصله خضاريه مقردينها رقيقه، وعندنا شويه ديال الزيتون كحل، واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نحتاجو شويه ديال الملح. الملح تتبقى على حسب الذوق كل واحد. وعندنا الزيتون مالح والبن مالح، يعني الملح عينكم ميزانكم ما تكثروش. غنديرو واحد شويه ديال الابزار بحال هكا، وغادي ندير واحد شويه ديال الزعتر، باقي ما حطيتوش، المهم شويه ديال الزعتر حتى هو راه كاين، البصله، الزيتون، والطون. غادي نخلط كلشي وغادي نعجنوه بالماء بارد مروبيني نتوما. ندير واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلوه، غادي نخلط الكل، تيجيو زوينين هاد الحريشات هادو، تيجيو بنان. صافي، دابا غادي نجيب الماء وغادي نعجنهم ان شاء الله. ما غاديش تعجنهم، غادي تخلطهم غير ب صبعانكم بحال هكا، ما يحتاجو لا يد الكل حتى حاجه، راكم عارفين الحرشه ما تندلكوها. صافي، تتبسبسوها مزيان، دخلوا فيها داك المكونات كاملين، وغادي نخلطو بالماء بارد. عندي هنا واحد شويه ديال الزعتر، غادي نحكو في يدي بحال هكا بهاد الطريقه هادي، وغادي نديرو نحيدو هاد الحويدات هادو. وعندنا الماء، من بعد ما خلطتها نخليها ترتاح واحد خمسة ديال الدقائق، وغادي ندوز باش نطيبها معكم ان شاء الله. من بعد ما ارتاحت الحرشه ديالنا ولا السميده ولا العجينه ديالنا، صافي تنشكلوها كويرات صغار. تنحتاجو هنايا السميده كما تشوفوا معايا، عندي هنا السميده، واللي عنده المول باش يشكلها راه تيشكلها، واللي ما عندوش انا درت غير هاد القفاله هادي. صافي، تنقرصها في ديك القفاله ديال القرعه تكون القياس اللي بغيتو. صافي، تنبقى نحط في المقله، غنستمر بهاد الطريقه هادي، تنقرص بهاد الطريقه الصوره واضحه، وتنحط في المقله ديالي اللي ها سخونه. صافي، وغنبقاو نقلبوا فيهم حتى يتحمروا معانا، وهانتوما مع الفيديو حتى الاخير ان شاء الله. خليك ليلي يا غالي ونطير معك الى ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. تنبقاو مقابلينهم وتندورو فيهم تتحمروا معنا،
العافيه ما تكونش مجهده بزاف باش ما يتحركوش. تنحتو من داك السميده اللي تكون لاصقه فيهم وغادي نقدموهم بالصحه والراحه. بعد ما تيطيبوا الحريشات ديالنا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. تيجيو على الطريقه هذه، راهم تيجيو زوينين لا في المذاق ولا في المنظر، تيجي ديالهم غزال. غير تقابلوهم في الطياب ما تجهدوش عليهم بوطه باش يطيب على خاطرهم. ما نعاود لكمش راه تيجيو بنان مع داك الطون وديك البصيله والزيتون، راكم عارفين المذاق ديالهم كي تيكون. تنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم وينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بواحد اللايك فضلا وليس امرا، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تكون فائده على الجميع. وتنقول مرحبا بالناس اللي انضموا لنا جداد، تنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا. ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر وعلى الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تكون فائده للجميع. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.